السلام عليكم، تبارك الله عليكم اعزائي التلاميذ. اليوم غادي نكملوا السلسله ديالنا حول دروس الفلسفه ديال الباك. توقفنا في مفهوم الغير وبانه ما يمكنناش نعيشوا بدون اغيار، لان الغير مهم بالنسبه للانا. فالمحور اللي غنناقشوا اليوم هو المحور الاول اللي هو وجود الغير. طبعا نحن نعرف جميعا بانه ما يمكنناش نعيشوا بلا غير، طبعا لان الغير يمثل العائله، يمثل الاصدقاء، يمثل الاخرين اللي غنتلاقاهم في الخدمه. اذا الغير يمثل كل ذات اخرى نتواصل معها سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. وباش نوضحوا الاهميه ديال الغير، تخيلوا معايا في واحد الوضعيه افتراضيه. تخيل معايا راك في واحد الغرفه بوحدك، تدير اي سلوك بطريقه تلقائيه، لا تهتم باي شيء، منغمس في داكشي تدير. لكن بمجرد انك تحس بان الباب غتفتح او انه شي واحد يضق في الباب، غتبدل كاع السلوكات ديالك وغتغير الطريقه ديال الملامح ديالك والطريقه ديال الحركه. طبعا السؤال هنا، علاش تنحسوا بهذا الاحساس؟ طبعا الى سمينا هذا الاحساس غنسميوه الخجل، لاننا تنشوفوا راسنا في مرآة ديال الاخرين. اذا الغير بالنسبه لانا هو مرآة، وهذا هو تيخلينا نحسوا بالخجل. كما تيقول سارتر، فانا اخجل من نفسي من حيث ابدو للغير. إذن هذا هو الامر الذي يخلي وجود الغير تطرح لنا مجموعه ديال المفارقات ومجموعه ديال الاشكالات الفلسفيه اللي خص التلاميذ ينتبهوا لها في الامتحان بالدرجه الاولى. بان هذا الوجود الغير بالنسبه للانا، لانه جوج بهم تيعيشوا في هذا الوضع البشري اللي هو الشخص والغير. إذن هل وجود الغير بالنسبه للانا يشكل تهديدا له، ام انه ضروري لكي يدرك ذاته؟ لكن هذا الوجود يطرح مجموعه من المفارقات، فهو في نفس الوقت مصدر للإزعاج، مصدر للصراع، مصدر للمشاكل، ولكننا في حاجة إليه. يعني ممكنناش نعيش بدون أغيار، لأن العزلة صعبة، لكن هذا الوجود في نفس الوقت يكون مصدر إزعاج بالنسبة للأنا. ومن خلال هذه المسألة هذه يتبين لنا بأن الغير مهم جدا، وأنه وجوده دعامة أساسية من خلال الانفتاح، من خلال التواصل، من خلال الحوار. وباش نعرفوا بأن وجود الغير ومهم بالنسبه لنا نحن، تخيلوا معي تجربه الاطفال المتوحشين. هؤلاء الاطفال لماذا هم متوحشون؟ طبعا بالنسبه للسوسيولوجيات يقولوا بانه لانهم ما عاشوش داخل المجتمع، لان اللي تمكننا اننا نوليو كائنات ثقافيه وعندنا ثقافه وعندنا حضاره هو العيش ديالنا داخل المجتمع. اذا اعزائي التلاميذ، الاسئله التي يجب ان ننتبه اليها في هذا المحور والاشكالات التي يجب ان نجيب عنها هي كالتالي: هل يعد وجود الغير ضروريا بالنسبة للأنا؟ وماذا يمثل وجود الغير أصلا بالنسبة لهذه الذات؟ هل هو وجود ضروري أن يمكن استغناء عنه؟ وهل وجود الغير يعني إلغاء الأنا، أم يمكن إدراكه باعتباره ذاتا أخرى عبر التواصل والحوار؟ وإلى أي حد يمكن إثبات وجود الذات بمعزل عن وجود الغير؟ يعني هل يمكن لهذه الذات أن تثبت وجودها؟ إذن أعزائي التلاميذ، في هذا المحور عندنا مجموعة المواقف تناقشوا هذه الإشكالية. غنبداو أولا بالتصور العقلاني اللي هو التصور الحداتي، اللي بدا مع الفلسفة الديكارتية التي ترى بأن الوجود الذي يمكن أن نتيقن من وجوده هو وجود الذات، وما دون الذات فهو مجرد وهم أو مجرد معرفة مزيفة. وهذا هو علاش ديكارت ما تيتيقش بالحواس كأن كمصدر للمعرفة، والمعرفة الغير تجي من خلال الحواس لأنها تعتبر عالم خارجي. إذن هنا الفلسفة ديال ديكارت تتأكد بأن وجود الغير ليس مهم بالنسبة للذات حتى تعيدتها. الموقف الثاني اللي يمكننا نعتمد عليه هو موقف ديال جون بول سارتر، الذي يؤكد على أهمية وجود الغير من خلال مجموعة ديال الأمثلة التوضيحية، منها مثال ديال الخجل، ولكن يرى بأن هذا الوجود الغير في بعض الأحيان يسلب الذات هويتها من خلال عمليات تسميها هو عملية السلب المتبادل. ثم هناك رؤية التجاوز اللي يمكننا نعتمد عليها، وهو تصور جيل دولوز الذي يرى بأن الغير عالم ممكن لا يمكن اختزاله في نظرة الشيء والموضع، بل إنه وجود يمكن إدراكه باعتبار ذات أخرى. إذن فبالضروري يجب علينا أن ننفتح عليه عن طريق اللغة وعن طريق الحوار وعن طريق التواصل. ثم في الأخير خص التلاميذ ينتبهوا لأن هذا الموضوع وجود الغير أنه موضوع إشكالي، وأنه تطرح لنا مجموعة الرهانات، فمن جهة وجود الغير ضروري، ومن جهة أخرى يخلق لنا مشاكل وصعوبات في حياتنا وفي وجودنا. إذن كانت هذه هي التأثير العام ديال محور وجود الغير. إذن هنا كان السؤال هو: هل يعد وجود الغير ضروري بالنسبة للذات؟ هنا يمكننا نفتحوا على هذه المواقف، كل نختاروا منها. مثلا تصور الديكارتي يرى بأن وجود الغير غير ضروري، لأن الذات يمكن أن تدرك وجودها بمعزل عن العالم الخارجي. وفي المناقشة يمكننا نستحضروا المواقف ديال سارتر التي أكد وجود الغير، وكذلك الموقف ديال جيل دولوز،
وفيليكس قطاري اللي كتبوا هذا الكتاب مشترك. الى عندكم شي اسئله ولا شي ملاحظات خليوها لنا في التعليق، ونتمنى انكم تجيبوا نقطه زوينه في الباك، وتبارك الله عليكم.